مرحبا. بأدار بيفتح الورد زرار زرار، هيك بيقول المثل. مشكلة زيادة حموضة المحيطات عم بتهدد الحياة البحرية والأمن الغذائي بالعالم، وذلك بسبب امتصاص المحيطات كمية كبيرة من ثاني أكسيد الكربون اللي عم بيؤدي إلى زيادة حموضة المحيطات بكميات كبيرة، واللي عم بتأثر على الحيوانات والكائنات البحرية اللي عم تبدأ بالتحلل مثل رواسب الشعاب بجزر هاواي وغيرها. بالعودة لطقسنا شتوي مستقر عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. الحرارة معتدلة ضمن معدلاتها السنوية، الرطوبة عالية، البحر متوسط الموج وحرارة 120 درجة. اليوم طقسنا غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وخطيطة قوية على الجبال بفترة الليل. نسبة تساقط الأمطار بطرابلس من أيلول حتى اليوم 600 مليمتر، السنة الماضية 507 والمعدل العام لآخر شباط 690 مليمتر. بنبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 12، على المرتفعات 6، بالبقاع 3 والأرز درجة 1. بنبقى بجولة تانية على درجات الحرارة اللي رح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنانية مثل بينو 18 درجة، زغرين 19، باب التبانة 20، العقورة 12 درجة، 16 بيع رسال، كفر دبيان 11، مرموسة 17، 20 درجة ببعبدا، أرز الشوف 13، ودير الزهراني 17 درجة. الرطوبة بتتراوح بين 60 و85%، حرارة سطح الماء 20 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و35 كيلومتر بالساعة. الرياح عم بتكون شمالية غربية. كيف رح يكون طقسنا اليوم واليومين يلي جايين؟ نهار الثلاثة بتتراوح بين 14 و20 درجة، الأربعاء بين 15 و21، والخميس بين 13 و19 درجة. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية، ومنبدأ جولتنا مع أبو ظبي و26 درجة، القدس 22، تونس 20، الرباط 18 مع هطول أمطار، وجولتنا بتنتهي مع روما 12 وباريس 9. وهون منكون وصلنا لنهاية نشرتنا الجوية.